وأرحب بضيوفي عبر الهاتف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة المصرية، والدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. خلوني أرحب بضيوفي وأبدأ حديثي مع الدكتور أيمن نور. دكتور أيمن، لو سألت حضرتك أين ذهبت قوى المعارضة والقوى الشعبية باختلاف توجهاتها في 10 سنوات؟ يعني الحقيقة في البداية اسمحي لي أرحب كل ضيوف الشرق. طبعا بعض الحضور في الاستوديو هم أهل البيت، لكن يعني أرحب بشكل خاص بالدكتور عمرو هاشم ربيع اللي أعتقد دي أول مداخلة له على قناة الشرق، ونحن نقرأ دائما له ونحترم ونقدر كل مواقفه. الحقيقة فيما يتصل بوضع المعارضة بعد 10 سنوات، يعني أنا بعتقد أن وضع المعارضة لا يفرق كثيرا عن وضع البلد بشكل عام. فإذا يعني كانت الأحوال في أفضل صورة أكيد المعارضة في أفضل صورة، إذا كانت الأحوال ليست كذلك فطبيعي أن المعارضة تتأثر بما يحدث في البلد. لا شك أن إغلاق المجال العام بشكل كامل خلال سنوات طويلة كان له أثر سلبي على صورة المعارضة وعلى أداء المعارضة وعلى رسالة المعارضة اللي هي في النهاية هي رسالة إصلاحية تصحيحية واجبة في أي مجتمع. ربما الأزمة لدى المعارضة في الداخل أكبر، وهذا أمر طبيعي حيث هناك تحديات أمنية عديدة يعني لا يفلت منها الخارج، لكن في النهاية الضغط الأكبر بيكون على المعارضة في الداخل، ولهذا يعني كثيرا ما نلتمس لهم الأعذار. صحيح. لكن اسمحي لي أن أنا يعني هنهي تعليقي في الجزئية دي بالانضمام بلغة المحامين لما أشار إليه الزميل العزيز الأستاذ قطب العربي، وطبعا له كل التحية، والأخي العزيز الدكتور أسامة تحية خاصة، دكتور أسامة رشدي نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية. لكن أنا بنضم للدعوة التي أطلقها الأستاذ قطب من على شاشة الشرق منذ دقائق، وهو يثني فيها على دعوات صدرت من الداخل من الأستاذ يحيى حسين عبد الهادي وآخرين من الشخصيات الوطنية المحترمة، وهي دعوة فكرة حوار وطني بين قوى المعارضة، وهذا لا ينتقص من أهمية الحوار مع السلطة، لكن عندما تكون هناك شوائب وأمور عالقة وجروح وخدوش في الذاكرة الوطنية بين الجماعة الوطنية المصرية، فمن الواجب أن يكون هناك حوار يبدأ بالمصارحة والاعتراف بالأخطاء من الجميع، والحمد لله أن الجميع أخطأ، وبالتالي بعد هذه المصارحة تكون هناك مصالحة بين فصائل ومكونات الجماعة الوطنية المصرية كي تواجه التحديات التي تمر بها البلاد صفا واحدا وبرؤية واحدة. وأعتقد أن الفروقات حتى الفروقات الأيديولوجية بين المصريين ليست كبيرة، ليس لدينا طائفية مثلا بغيضة، وليس لدينا تعصب ديني بشكل أو بآخر. أنا دايما بقول يا دعاء أن المصريين عاملين زي أشخاص حاطين ألوان مختلفة من الحناء على أيديهم، وعندما يعني يضعوا أيديهم تحت الماء الدافئ تذهب كل هذه الألوان، ونكتشف أننا جميعا لون واحد وعلى قلب رجل واحد، محبين لهذا الوطن، متمنين له دايما يا رب النجاح والتوفيق. طيب أرحب كمان دكتور أيمن، خلوني أرحب كمان مع حضراتكم بالأستاذ هشام قاسم معنا عبر سكايب الناشر والحقوقي، لكن هذهب الآن إلى الدكتور عمرو هاشم ربيع مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأسأله
دكتور عمرو، بداية أهلا بيك معانا، حضرتك ضيف عزيز وأول مرة تكون تشاركنا في قناة الشرق، وخليني أسأل حضرتك سؤال، هل نتوقع أن تنتهي قريبا حالة الانفصال بين الداخل والخارج التي بدأت بالفعل ولكن بصورة يعني لم تتضح ملامحها، وأن تتوحد المعارضة التي تعمل على إصلاح مصر وإصلاح الدور السياسي لها والحياة الاقتصادية وحياة المواطنين، هل ممكن أن نرى قريبا تحالف، تجمع، توحد، اتحاد بين المعارضة في الداخل والخارج؟ تحياتي ليكي في الدعاء طبعا والساده المشاهدين، والشكر كل الشكر للدكتور ايمن نور الانسان الودود الخلوق، طبعا كل التحيه لكل الساده ضيوفك الموجودين معانا الاستاذ هشام قاسم واكبر الاستاذ قطب العرب. فيما يتصل بوضع المعارضه في مصر، هو طبعا الوضع الحالي مش هقدر اقول كتير على الخط بتبين، هو وضع بس بمعنى ان المعارضه المصريه ارتباك وارباك نتيجه امور كتير. هذه الامور بعضها من داخل بعضها من خارجها. اذا اتكلمنا عن الوضع الداخلي، النجس عدد كبير جدا طبعا من الاحزاب، اتكلمنا على المعارضه الرسميه، عدد كبير جدا من الاحزاب السياسيه يناهز او يفوق ال 80 حزب، وانا بقى بتصور ان في مصر دي 80 قضيه مختلف عن فيها هذا العدد الكبير، فمسألة التوحد في تيارات مختلفه، يعني مصر اربع تيارات، التيار اليساري والتيار الليبرالي والتيار الوسط والتيار الديني، ما اعتقدش ان في تيار دكتور عمرو، انا الصوت فيه مشكله، يعني الحقيقه في تقطيع جامد جدا في الاتصال، فاحنا هنعيد الاتصال بحضرتك مره اخرى عشان بس نسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله بشكل واضح. فانتقل للاستاذ هشام قاسم. استاذ هشام، اهلا بيك معانا في هذه التغطيه او الندوه اللي بنتحدث فيها عن حصاد 10 سنوات. هسال حضرتك، اهلا بك استاذ هشام، هسال حضرتك سؤال، هل استطاع النظام الحالي صناعه معارضه مناسبه له، معارضه المعارضه، صناعه معارضه للمعارضه، ويتم تقديمها على انها معارضه للنظام، المعارضه الكرتونيه يعني، نجح في ده ام لم ينجح؟ يعني بالتاكيد طبعا نجح في انه يعمل يعني مسخ معارض او حاله كده من محاكاة المعارضة، بس هل ده الغرض من المعارضة؟ يعني في كل دول العالم بنشوف ان المعارضة الدور الاساسي اللي بتلعبوه هي تصحيح مسار من في الحكم. اما لو الحكاية مسألة ديكور كده، وان انا عندي معارضة وان انا ديمقراطي، فبينتفي الغرض الاساسي من المعارضة يعني، وبيبقى خطأ آخر من أحكام من أخطاء الأنظمة الشمولية اللي بتؤدي إلى سقوطه. طبعاً الواحد ما عندوش أمل إنهم يسمعوا الكلام ده، وهم دايماً الأنظمة العسكرية عندهم اعتقاد كده إن أي نصح بيجي لهم بيبقى بغرض يعني يجر رجلهم أو كعبلتهم الوصول للحكم بدلاً منهم. ولكن عملياً ده اللي حاصل، إن هو بيخلق معارضة كده من أجل الشكل، ولكن من أجل الغرض السياسي اللي بتقوم عليه فكرة المعارضة. طيب ما احنا لو اتكلمنا عن الداخل في مصر، الحقيقة في أسماء كتيرة محترمة وكيانات وأحزاب، وكان ليهم دور واضح جدا من قبل ثورة 25 يناير وحتى بعد الثورة. ليه الأحزاب والأسماء والكيانات دي الآن مش قادرة أنها يكون ليها دور فعال أمام النظام الحالي؟ اللي حصل في السنوات اللي فات، أولا تجريف لكل المؤسسات الحكم فأيا كان وضعها ضعيف، إلا أنه برضه يعني ما قبل الـ10 سنوات اللي فاتت، ولكن كانت موجودة، كانت قائمة على
ميراث مصري قديم، حتى ولو مشينا في نظام الحزب الواحد سنوات وحصلت اشياء مثل ما ذبحت القضاء في الستينات، دايما المحاوله ان يبقى الدوله كلها في اطار التنظيم السياسي الواحد، لكن في النهايه كان يعني برضه في ميراث برلماني قضائي. في السنوات اللي فاتت الحقيقه تم العصف بكثير من الادوات دي، واصبح الوضع في غايه الصعوبه، وكثير من المعارضين زج بيهم في السجن او تركوا البلد. يعني في معارضين تركوا البلد في اللحظه الاخيره، الواحد بيسمع قصص كده عن ناس لو كانت اتاخرت نص ساعه كان بدل ما هيبقى في الخارج دلوقتي هيبقى في السجن. فده اثر طبعا سلبا على قدره المعارضه في التفاعل، وبالتاكيد طبعا اثر سلبا على النظام، شفنا الوضع اللي وصلوله حاليا. ولكن يعني من ناحيه هي حاله كده زي ما بيقولوا بالبلدي اتخذنا في دوكه، يعني مره واحده صحينا كده واحنا بنتساءل ازاي ده حصل والى متى يستمر. فاللي حاصل دلوقتي ان في اتجاه يعني عكس هذا ما حدث، واعتقد ان المعارضه هتبقى بتلعب دور اكبر في الفتره القادمه. بس المهم يعني كمان تبقى معارضه قائمه على اسس وبرامج حقيقيه، مش مجرد طنطنه ايديولوجيات. يعني هنرجع للنقطه دي تاني، بس انا راجع الاتصال مره اخرى مع الدكتور عمرو هاشم ربيع. دكتور عمرو، قالوا لي ان الصوت اصبح كويس جدا ونقدر نسمع فكره حضرتك بوضوح، اتفضل. بعد طبعا الترحيب، عايز طبعا اكرر الترحيب بحضرتك وبالدكتور ايمن نور وبالاستاذ هشام قاسم والاستاذ قطب العربي وطبعا كافه الساده المشاهدين. دكتور اسامه رشدي كمان معانا في الاستوديو. طبعا اهلا بيه. اهلا بيه، انا اسف جدا. طبعا كل الفكره بس اللي كنت بقولها ان احنا عندنا مشاكل للمعارضه من داخلها ومن خارجها. انا اتكلمت على المشاكل الداخليه وقلت ان عدد الاحزاب السياسيه كبير للغايه، واحنا عندنا اربع تيارات سياسيه بس موجوده. التيار الليبرالي والتيار اليساري والتيار الوسط والتيار الاسلامي. لما يكون عندنا 80 حزب، احنا ما عندناش 80 قضيه اصلا في المجتمع المصري مختلف عليه عشان يكون عندنا عند هذا الكم الكبير. طبعا لما تكون هذه الاحزاب، طبعا الاحزاب متاثره بالمناخ الخارجي ليها، بمعنى ان لما تجد المناخ المرتبط بيه او فيه شيء من غلق المجال العام، فهتصبح معظم او الغالبيه العظمى لهذه الاحزاب احزاب موالاه، وده اللي موجود. يعني كل الاحزاب تقريبا الموجوده على الساحه السياسيه حتى بما فيها الاحزاب التقليديه اللي نشات في نهايه عصر الرئيس السادات او ليه عقبه منذ بدايه التعدديه الحزبيه في 11/11/76، بعضها ايضا من احزاب الموالاه زي حزب التجمع على سبيل المثال. ده نتيجه غلق المجال العام، فهي متاثره بغلق بالمجال العام. صحيح قانون الطوارئ تم رفعه، لكن لا زال هناك عندنا قيود شديده في موضوع التظاهر، في موضوع التجمع، في موضوع عقد الاجتماعات. ايضا في نظام الانتخاب اللي ما بيديش اي فرصه للاحزاب السياسيه انها بتنتعش. احنا عندنا نظام قائمه مطلقه اللي هو تقريبا نص اعضاء البرلمان بيتم تعيينهم او شبه تعيين او شبه التزكيه. طبعا ده الغريب في الامر ده ان ده بيروق للكثير من الاحزاب. يعني الاحزاب دلوقتي تقول لك انا اضمن ازاي ما يكونش ليا نواب الا بالتحالف مع احزاب السلطه داخل القائمه المطلقه. فهم يعني اصبحت الموضوع ان هم بيستمرأوا او بيستحبوا هذا الوضع في غلق المجال العام، لان هو بيعطي بروز لقيادات حزبيه بشكل شخصي انها تبرز كنواب للبرلمان، فبيبقى الوجاهه يبقى مجرد الوجود في البرلمان هو معيار للوجاهه وليس معيار لوجود امتداد شعبي لهذه الاحزاب في الشارع. ما سالت عنه بقى فيما يتصل بتوحد المعارضه من الداخل والخارج. أيوة. هو غير مختلف عن اللي انا قلته، يعني غير بعيد عن هذا السياق. لكن
ما من شك ان وجود مبادره حقيقيه لو هذه القوى السياسيه توحدت مع بعضها لوجود نوع من التسامح. تسامح النظام السياسي مع المعارضه بحيث يكون كل المعارضه كلها معارضه توصف بانها معارضه وطنيه، اللي في الداخل زي اللي في الخارج. من هنا تاتي مساله امكانيه عوده رموز المعارضه اللي في الخارج الى داخل الوطن، دون ان يكون وبعض النظم السياسيه عملت هذا بشكل واضح يعني، واعطت مهله ان في امكانيه للتسامح وامكانيه العوده والعفو ومسح كل المشاكل المتعلقه بالماضي ايا يكن بقى مين اللي تسبب فيها. المشكله طالما ان مفيش يعني دم مفيش عنف فيتم نوع من التسامح ونوع من القبول في بوتقه لكل القوى في الداخل والخارج، لانها في النهايه قوى وطنيه وبتخشى على الدوله وبتخشى على امنها وبتخشى على استقرارها. طب ده اللي احنا ظنناه دكتور عمرو، اسفل المقاطعه، بس الحقيقه ده اللي احنا ظنناه وقت الاعلان عن الحوار الوطني، ان حوار سيجمع الكل بلا استثناء، وان يكون طالما الشخص اللي هتتحاور معاه الدوله يداه غير ملوثه بالدماء فهو مدعو للحوار الوطني، لكننا فوجئنا بنتائج مختلفه. ده صحيح يعني، لكن انا لا انكر ان حدث نوع، ويمكن ده الموضوع ده يعني للامانه طرح امامي في جلسات الحوار الوطني، في الجلسات الخاصه لمجلس الامناء، طرح امكانيه التصالح وامكانيه دعوه القوى الوطنيه المعارضه اللي في الخارج بالقدوم وفتح الباب لها للعوده الى الوطن، لكن ده لم يرى النور، لكن ذكر بالحقيقي ذكر من قياده مجلس الامناء يعني. حدث هذا حدث، لكن لم يفعل زي ما حضرتك قلتي من ولم يرى النور. طب ده شيء جيد، لكن احنا يمكن الفكره اللي تحدث عنها الاستاذ قطب العربي واللي ذكرناها واللي كان ده سؤالي عنها هي فكره الحوار بين المعارضه والمعارضه، المعارضه في الداخل والمعارضه في الخارج، ده ممكن وده اظن ان اصبح في حاجه لمظله تجمع المعارضه في الداخل والخارج طالما انها تعمل سويا على اصلاح الوطن. طبعا بالتاكيد المعارضه الامر محتاج لمبادره في البدايه لحوار بين المعارضه والمعارضه، لان المعارضه اللي في الداخل ربما هي تكون افضل وسيط، لو سلمت النوايا وحسمت النوايا هي افضل وسيط ما بين النظام وما بين المعارضه في الخارج، هي بالتاكيد. شكرا لك يا دكتور عمرو، اتمنى ان حضرتك تبقى معانا. طب دكتور اسامه، انا عايزه اسال حضرتك سؤال او ترد بايه على الاتهامات اللي بتقول ان المعارضه في الخارج غير منظمه وليس لها دور فعال، ده اتهام طول الوقت بيتم توجيهه. تحياتي للدكتور عمرو هاشم وتحياتي للاستاذ هشام وللدكتور ايمن نور. الحقيقه خلينا في البدايه اول درس ينبغي ان احنا نكون وصلنا إليه بعد 11 سنة من هذه المعاناة وهذا الانقسام وهذا التشرذم اللي أدى لدخول البلد كلها في نفق مظلم الآن، أنه لا يمكن إقصاء طرف سياسي ثم الزعم بعد ذلك أن الجميع سيتمتع بالديمقراطية والحرية. الديمقراطية والحرية والحريات لا تتجزأ، إما أن يتمتع بها كل الشعب وإما أن يحرم منها كل الشعب، لأن الأمور بتبدأ، كان زمان السادات عنده مقولة كان يقولك الإجراءات الاستثنائية بتبدأ بسيطة وبعد كده لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها بعد ذلك، ودي كانت من الأشياء اللي كانت لازلت أتذكرها لي يعني. وبالتالي إحنا شفنا تقنين وضع مثلا الإسلاميين على قوائم الإرهاب وانتهت إلى وضع كل الشعب المصري أو كل النشطاء على قوائم الإرهاب ومنع السفر والتصرف ومش عارف وإيه وإيه. وبالتالي لابد أن احنا تكون لدينا قناعة أن نحترم هذا التنوع الموجود
ويكون في احترام للقيم الديمقراطية اللي العالم كله بيعمل بيها الآن. وإحنا مش هنخترع العجلة، الرئيس البرازيلي فاز ب50.5%، ولما جات المعارضة حاولوا يحتلوا البرلمان والمش عارف إيه، والعالم كله استنكر ذلك ويعترف بقيم الديمقراطية، إن في أغلبية في معارضة في. فكيف نستعيد هذه الروح مرة أخرى؟ هذه البداية. المعارضة في الخارج طبعا وجودها في الخارج لم يكن مش ما طلعوش سياحة، يعني طلعوا نتيجة يعني السلسلة من الإجراءات القمعية التي أدت إلى هذا الوضع، وبالتالي عودتها أيضا هم مش مأزومين يعني لا هم يتمنوا طبعا أنهم يعودوا أكيد. ولكن يعودوا في إطار ضمانات قانونية ودستورية يتمتع بها الجميع، ليست بحثا عن حل مشكلة شخصية أو إن واحد مثلا مش عارف، لا إن إحنا عايزين نحل أزمة. بس ما حدش اتكلم على يعني مبادرات فردية أو رجوع أشخاص بشكل فردي، إحنا بنتحدث عن الحالة العامة. يعني عندما يتمتع الجميع بالحريات والحقوق في مصر بالتأكيد نحن سيكون الباب بالنسبة لنا مفتوح إن إحنا نعود مرة أخرى. وبالتالي قضية المعارضة في الخارج والمعارضة في الداخل هي واحدة من إفرازات الوضع الحالي، ستنتهي بزوال هذه الموانع وهذه العقبات اللي هي أوجدتها، وهي أن يستعيد المجتمع المرة الأخرى التنفس، ينتهي هذا الحجر الموجود على المجال العام السياسي، أن تكون هناك توجه لإصلاحات سياسية حقيقية تتعلق بالقوانين اللي اتكلم عنها، أشار الواحدة منها وإحنا أشرنا إليها من قبل اللي هو الدكتور عمرو الآن لما بيتكلم على قانون الانتخابات البرلمانية. طبعا هذا قانون صمم لأن لا يكون هناك برلمان حقيقي، وأن يكون هناك بصمجية يمررون كل ما يعني يوضع أمامهم من أوراق، وربما بعضهم لا يقرأها أصلا. الناس دي يوما ما أقرت أكثر من 300 قانون في ساعات بدون ما يقرؤوها. صحيح، نتذكر الواقعة دي. وبالتالي إحنا نحتاج إلى إصلاحات حقيقية. إلى أن يتحقق ذلك، الفكرة بقى هو وجود الحوار الوطني العابر للأيديولوجيات، العابر للأيديولوجيات، إن إحنا نتمسك بهذه القيم بيننا وبين بعضينا، إن إحنا ننهي حالة الانقسام. هي دي واجب الوقت في تقديري اللي إحنا نحتاج جميعا إن إحنا نتجه إليه. طيب أنا عندي سؤال هيكون نصفه للأساتذة اللي معايا من القاهرة، الأستاذ هشام قاسم والدكتور عمرو هاشم ربيع، والنصف الآخر هوجهه للدكتور أيمن نور والأستاذ قطب العربي. دكتور أيمن حضرتك معانا لسه صحيح؟ مظبوط يا فندم. طيب دكتور أيمن نور، المعارضة المصرية في الخارج هل تمتلك استراتيجيات تساعدها في عبور الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها في الوقت الحالي؟ يعني بالقطع المعارضة في فترة وجودها في الخارج بتجتهد، وتجلى هذا الاجتهاد من اتجاهات مختلفة في العام الماضي عندما دعت المعارضة في الخارج لما يسمى بالحوار الشعبي، وهو كان يعني أبلغ رد على استبعاد قطاع من المعارضة المصرية. شارك في هذا الحوار الشعبي قطاعات واسعة من المصريين، من العلماء، من المفكرين، من السياسيين. أنتج عدد من الأوراق وصل تقريبا 1200 ورقة بتطرح رؤية شبه شاملة لحل الكثير من المشاكل والإشكاليات التي تمر بها البلاد، بل أن هناك تحذيرات من بعض الأمور حدثت بعد إنتاج هذا الحوار لهذه الأوراق بأيام وأسابيع وشهور قليلة. وأنا عايز أقول بس يعني الإشكالية الأكبر أننا في هذا الزمن لدينا مشكلة في الشفافية وفي المعلومات، بمعنى عندما كنا نعارض مثلا نظام مبارك كان لدينا معلومات تفصيلية عن الأوضاع المالية، عن حتى الصناديق الخاصة، عن الناتج القومي، أرقام
شبه حقيقي، فكانت المعارضة مرتبطة بهذا الواقع لأنها لديها معلومات وافية. احنا النهاردة بنتعامل مع شروط بعضها ربما صحيح وربما غير صحيح. ليس هناك أرقام واضحة، أحيانا تتناقض أرقام البنك المركزي مع أرقام البنك الدولي مع أرقام الحكومة المصرية، لا نعرف على أي أرضية نستطيع أن نطرح رؤية تفصيلية واضحة. لا شك أن الشفافية وحرية تداول المعلومات طبعا فضلا على حرية الرأي وغيرها هي أساس لدور المعارضة، فإذا حرمت من هذا فأعتقد أن هي دورها لازم هيكون في شيء من القصور. أنتقل للأستاذ قطب العربي. أستاذ قطب، هل تستطيع المعارضة في الخارج أو هل لديها القدرة لجذب قطاعات مختلفة من الشعب المصري لزيادة وزنها ولزيادة تأثيرها في الشارع المصري؟ يعني شوف، المعارضة في الخارج تظل يعني مشكلتها في أنها مش على أرض الوطن حقيقي. يعني خلينا نكون صراحة، يعني أنا تقديري أنه خطوة واحدة على الأرض الداخل على أرض الوطن تعادل 100 خطوة في الخارج يعني. وبالتالي لكن يعني معارضة الخارج عندها بعض الأفق اللي مش موجودة ومش متاحة لمعارضة الداخل. يعني معارضة الخارج تستطيع أن تتحدث إعلاميا بشكل حر، عندها مساحة حرية في المجال الإعلامي، عندها مساحة حرية في العمل الحقوقي والحراك الحقوقي، عندها مساحة حرية في الاتصال السياسي في الخارج. ده مش متاح طبعا لمعارضة الداخل، لكن كل ده يعني في النهاية برضو زي ما قلت يعتبر يعني خطوات قليلة بالنسبة لمعارضة يعني في الداخل. لو حركة في الداخل بتكون هي الحقيقة ذات التأثير الأكبر. وإحنا طول عمرنا من ساعة ما خرجنا يعني، وإحنا الحقيقة كنا دايما معترفين بنقول إحنا صدى للمعارضة في الداخل. إحنا كنا بنقدم نفسنا مش باعتبارنا إحنا اللي بنقود المعارضة، كنا بنقول يا جماعة اعتبرونا الناس اللي بره، اعتبرونا وزارة الخارجية بالنسبة لكم للمعارضة اللي في الداخل. بس للأسف ما كانش في معارضة في الداخل. المعارضة في الداخل النظام نجح بالفعل ان هو يقمعها تماما، يخلص عليها، يصنع معارضة شكلية علشان يعني يبقى عنده حاجة ديكور يقول معارضة، لكن هي مش معارضة ولا حاجة. الان في تنامي لاصوات من الداخل، وده انا اشرت اليه في المداخلة السابقة. دي الحقيقة انا يعني اراهن عليها واتمنى لها السلامة. يعني انا اخشى طبعا اراهن عليها وفي نفس الوقت اخشى عليها الحقيقة من ان ينالها سوء، يعني بسبب يعني انهم بدأوا يطرحوا افكار عملية. يعني الاول كان الناس بتطرح كلام في العموميات، نقد للنظام في العموميات، لكن الان الخطوة الجديدة انهم يطرحوا مشاريع مشاريع عملية للتقدم الى الامام، لتجميع القوى السياسية، الاتفاق على مشروع على برنامج سياسي موحد، على اتفاق توافق بين القوى المختلفة. كلام بقى كلام عملي، وبعضهم بدأ يقترب من فكرة انه يعني يقدم ما يشبه الوثيقة وثيقة وطنية جامعة الناس تبقى محل اتفاق من الجميع. انا الحقيقة اتمنى انه هذا الامر يتطور، واحنا خدم له، احنا مساعدين له من الخارج، ما احنا تحت امرهم. يعني هم يقولون عايزين ايه واحنا نقدر نساعد بيه، واحنا معاهم، واحنا نفوضهم في القيادة، في قيادة المعارضة في الداخل. يعني هم في الداخل صحيح الموجودين، احنا من الخارج تعظيم سلام، بس هم يتحركوا ويعملوا حاجة فعلا عملية واحنا معاهم. احنا مش هنبقى عقبة ابدا في الطريق، ومنفتحين على الحوار. الحوار زي ما انا طرحت من الاول فكرة حوار وطني حقيقي. واضيف الى الكلام اللي انا قلته، يمكن يعني سواء الاشخاص اللي انا ذكرتهم من قبل ان هم يبقوا زي مجموعة تحضيرية، يمكن كمان اضيف لكده انه يمكن ان يبقى في تحرك نقابي، نقابة الصحفيين على محامين على مهندسين مثلا، يشكلوا هم لجنة من النقابات دي هي اللي تدير الحوار بعيد عن السلطة خالص. هي النقابات معروفة انها حالة وسيطة بين السلطة والمعارضة، يعني ما تقدرش تحسبيها معارضة وما تقدرش تحسبيها انها سلطة. يعني مجتمع مدني راسخ بيضم كل اطياف الشعب المصري، فيه المسلم والمسيحي والرجل والمرأة والكبير والصغير، فيه كل الشعب المصري. فالنقابات مؤهلة انها تقوم بهذا الدور وتبقى يعني فعلا هي الجسر، جسر بين الجميع، تستطيع ان تقود هذا الحوار. خليني اسال الاستاذ هشام قاسم. استاذ هشام، ايه هي الادوات اللي بتمتلكها المعارضه المصريه في الداخل ولكنها لا تحسن استخدامها كاحد اساليب الضغط على النظام؟
بس لو تسمحي لي برضه انا عايز اقول لي دلوي في ما قيل عن الخارج والداخل. اتفضل. لان انا الاسبوع اللي فات لما كنت في اسطنبول ايوه كنت في الخارج من معارضين الخارج ودي كانت واحده من الشكاوى بفكره ان في محاولات لاقصاء او دعاوى بان الخارج يعني يبقى لهم وضع والداخل يبقى له وضع. الحقيقه انا مستغرب قوي على التقسيمه دي ومش فاهم تمت على انهي اساس، واللي بيقولها من الداخل ان يجب يعني تنحي معارضه الخارج، طب هو يقدر يقول كده للمنافقين والمطبلاتيه واللي بيدعموا النظام حاليا في الداخل؟ يعني كان الاولى انه يوجه الجهد بتاعه لحاجه زي دي بدل ما يوجه جهده لمعارضين اضطروا انهم يسيبوا البلد بظروف معينه. يعني انا مش قادر استوعب على انهي اساس، وبعدين مين اللي ادى لنفسه هذه السلطه؟ يعني ملهاش اساس. اي عمل مشترك لازم يبقى قائم على حاجتين، اولا طبعا استبعاد كل من تورط في العمل المسلح في الدم في الارهاب، ده ملوش مكان. نعم. فيما عدا ذلك من ياتي على المائده يكون عنده مشروع، مشروع حقيقي. يعني برضه استكمالا للكلام اللي كان بيقوله دلوقتي الاستاذ قطب، انه ما ينفعش نكرر اللي حصل في 2011 لما انتهى الامر برئيس وزراء زي عصام شرف. انا لحد النهارده مع كل تقديري له كاستاذ جامعي متخصص كان وزير مواصلات قبل كده وراجل محترم وكل حاجه، انما على اي اساس تم اختياره ليكون رئيس وزراء الثوره؟ والارتجال والعشوائيه اللي حصلت وانعدام البرامج ده مش هينفع. النهارده لما نيجي نحاول نعيد المسار او ندوس زرار اعاده التشغيل السياسي بتاع البلد، ما ينفعش حد يجي يقول لي شرعيه السجن، انا اتسجنت فانا ليا لا، ايه اللي انت جاي بيه واللي هتقدمه؟ لان في النهايه احنا بيبقى اخفاق اخر، بس الوضع ده ما بينطبقش على حزام الفقر، ما بينطبقش على الناس اللي هي مش تحت خط الفقر بنقطه ولا اثنين، لا الاوضاع بقت صعبه للغايه، العمله فقدت تقريبا يعني انهارت 9 مرات او يعني الوضع اتغير تماما والظروف اصعب بكثير. اللي عايز يجي يدخل العمل السياسي ويشارك في المرحله دي يبقى عنده مشروع. طب ازاي نبدا يا استاذ هشام؟ يعني حضرتك متجاوز لفكره ان الداخل والخارج ومعترض اصلا على فكره التقسيم، ومعايا الدكتور عمرو هاشم ربيع بيقول ان لازم يكون في حوار بين الداخل والخارج، والاساتذه معايا في الاستوديو عبر الهاتف كمان دكتور ايمن نور مش معترضين ابدا. ايه اللي منعنا؟ ايه اللي معطل فكره ان المعارضه المصريه تنهي الانقسامات، ما يبقاش عندي داخل وما يبقاش عندي خارج وتتوحد مره اخرى ويبقى المعارضه المصريه، المعارضه للنظام المصري وليس داخل وخارج؟ هي ما اعتقدش ان فكره الداخل والخارج اساسا في تعطيل لها قد ما في تعطيل للمعارضه كلها. النظام رافض اي حد يحاول يعمل بجديه ويبقى له مشاركه اكثر من مشاركه صوريه ذكوريه لصالح النظام يعمل. في ناس بره ما تقدرش تدخل، وفي ناس جوه دفعت ثمن وجودها داخل البلد، ولا عندك جد دائره صنع القرار يعني تكاد تكون انعدمت تماما، يعني بقت ما نقدرش حتى نقول عليها دائره، مش دائره مكتمله، عدد محدود من الافراد وخارج ده مرفوض. انما الاوضاع الاقتصاديه ودي انا قلتها مره واثنين وثلاثه لن تسمح باستمرار هذا النظام. وبرضه مره اخرى استمرار انظمه عسكريه الى ما لا نهايه ده امر مش وارد الا حالات محدده زي الجزائر وميانمار اللي هم عندهم اقتصاد ريعي. فده بيسمح بوجود اداره غير كفء على راس البلاد. انا ما اعتقدش ان ده هيستمر كتير. فهنا يبقى فكره مش توحد المعارضه قد ما يبقى في تكتل سياسي قادر يعيد مسار السياسه للبلد، لكن على اساس مشروع حقيقي مش تبقى الحق في المشاركه. كويس كل الكلام ده، لكن
في الاخر يبقى مرتبط ببرنامج. انا لما بيجي حد من اليسار وبيتكلم عن مستقبل البلد اليسار لازم يشرح لي ازاي هيخلق 31 مليون وظيفه داخل دولاب الدوله اللي هو تقريبا حجم قوه العمل في مصر النهارده. هيدخلهم ازاي ولا هيبقى يسار من اللي هو متخصص التضييق على راس المال؟ ده اللي بنشوفه من اليسار دلوقتي في مصر، لكن ما عندوش هو مشروع اقتصادي حقيقي عشان البلد تبقى لها هذا التوافق. فاللي يجي بمشروع مشروع. استاذ هشام قاسم السياسي والناشر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا. وخليني اسال نفس السؤال للدكتور عمرو هاشم ربيع، ازاي نبدا يا دكتور، ازاي نبدا لاعاده توحيد المعارضه المصريه ونقضي على كلمه الداخل والخارج ويبقى حوار المعارضه المصريه؟ استاذ دعاء، احنا بيجب ان يكون نعترف ونقر ان السلطه في مصر قويه جدا وان ما دونها ضعيف جدا. فهذا يجعلني انطلق من ان لا مفر من ان البدايه تكون من السلطه. يعني لو حسنت النوايا وسلمت فيكون هناك اتجاه، او مهم يكون هناك اتجاه او حتى على الاقل ضوء اخضر من قبل السلطه لتوحيد المعارضه او لعوده المعارضه اللي في الخارج الى الداخل. اما وان تنطلق السهام لعمليات التخوين وطرف واحد هو اللي يملك صكوك الوطنيه فيقعد يوزعها، والاعلام او بعض اجهزه الاعلام وبعض اجهزه برامج التوك شو تنطلق ل أو يعني تحرض للانطلاق لنقش لحم هذا ودم هذا، ده هيرجعنا لورا، لان دي السياسه القديمه اللي كانت موجوده. انا هنا بتذكر دايما اللي حصل عام 2014، اللي حصل عام 2014 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يدعو الى الحوار ودائما يدعو الى المصالحه ودائما يدعو الى القبول الاخر و و و الى اخره. بمجرد ان بعض برامج التوك شو بعض الكبار الاعلاميين اصبحوا ملكيين اكثر من الملك وانطلقوا لموجات الرفض ولن نرضخ ولن نهدأ ولن 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 ولن، تراجع الرئيس تراجع وسكت عن دعوته لقبول الاخر او لعوده الاخر او للتسامح او لفتح ذراع البلد الى قبول كل الناس. لا، الموضوع الان بقى افضل من الوضع عام 2014. السلطه قويه جدا ولديها المكنه انها تشتي ان تصدر قرارات حازمه او تصدر موقف بشان كل من لم تتلوث يده بدماء المصريين او حتى بالدعوات اي دعوات خارقه لفتنه طائفيه او عنف للعوده. ده بقى ياتي قصدا على الحوار المعارضه المعارضه، يعني ده ياتي قصدا على الحوار المعارضه، لان المعارضه بقول لحضرتك اللي في الداخل اغلبها ضعيف واغلبها يخشى انه يلوث ولو مجرد التلويح بالقبول الاخر بين الين الخارج الاخر، فهو ينتظر دائما ضوء اخضر من القياده السياسيه. فانا اتصور ان لو القياده السياسيه دفع، وخاصه احنا بنتكلم عن فتره يا جماعه هنتكلم على 2024 2030، يعني دي اخر فتره دستوريه للرئيس السيسي. فاحنا محتاجين ان يكون المجال العام مفتوح تماما، الاخر موجود واضح وبارز، لان عام 2029 هتبدا الدعوه لانتخابات رئاسيه مش هيكون الرئيس السيسي فيها، فهيكون المفترض ان يكون المجال مفتوح لمرشحين كرد ووجهات نظر كثيره من تيارات واخطاب مختلفه لم تتلوث اليها بعنف. فهذا الامر لن يحدث او لن يتاتى الا بوجود مناخ للتفاهم.
أنا بس في نقطة محتاجة إن أنا أفهمها بشكل كويس يا دكتور عمرو، لو تسمح لي حضرتك شرحتها بوضوح، بس محتاجة بس أتأكد منها. يعني حضرتك ذكرت إن فكرة إن المعارضة اللي في الداخل والمعارضة اللي في الخارج عشان يتحاوروا سوياً، المعارضة اللي في الداخل مش هتقدر تعمل ده إلا بإذن من النظام الحالي، أنا فهمت صح صحيح؟ مظبوط، ده مقصود تماماً بشكل يعني حضرتك قلتيها بشكل يعني مجرد تماماً. كده نقدر نقول معارضة برضو، يعني المعارضة للنظام اللي ما تقدرش انها تتحاور مع طرف اخر الا باذن من النظام، يعني يفضل لائق ان اقول عليها معارضة؟ في الوضع الحالي، في الوضع الحالي وضع امتداد المجال العام، هو ده هو ده هو ده هو ده القادم. عندما يكون رئيس الدوله من الناحيه الدستوريه او راس السلطه التنفيذيه من الناحيه الدستوريه يمتلك منطقه القرار تقريبا في كل شيء، وتصبح حتى العناصر الاخرى مش بس العناصر الموجوده في سلطات الدوله الاخرى زي السلطه التشريعيه على سبيل المثال، ولا حتى المجتمع المدني والسلطات الغير رسميه زي الاحزاب والمجتمع المدني، لا مش بس كل دول، ده كمان ايضا الركن الثاني من السلطه التنفيذيه اللي هو الحكومه. عندما تكون الحكومه تعتمد باوامر الرئيس، وعندما يكون الحكومه اعضاء الحكومه هم عباره عن منفذين لسياسات الرئيس، فتصبح طبعا بالتاكيد يد الرئيس يد طوله في هذا النظام السياسي من حين الناحيه الدستوريه ومن الناحيه الواقعيه، ومن ثم اذا كان هذا الامر يجري على بعض اركان الحكومه فما بعض اركان السلطه التنفيذيه الاخرى، فما دمنا بالقوى الغير رسميه زي الاحزاب والمجتمع المدني، والوضع الموجود على الارض هو اكبر شاهد على البؤر عليه، فمن ثم ده تاكيد على ان هذا الامر اللي هو اندماج المعارضه اللي في الخارج التي لم تتلوث يدها في الداخل امر بالفعل يحتاج الى مبادره رئاسيه. وصلت الفكره تماما. دكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا. دكتور ايمن نور، في دقيقه واحده رسالة لشركاء الكفاح في الداخل، ماذا تقول لهم؟ يعني الحقيقة قلبي معهم وعقلي معهم، وأنا متواجد معهم وإن كنت في الخارج، وبالتالي أنا متعايش مع الأزمات التي تمر بها المعارضة في الداخل كما أتعايش مع أزمات المعارضة في الخارج يوم بيوم ولحظة بلحظة، لكن أنا أوصيهم ألا ينتظروا إذن في حوار بين المعارضة والمعارضة، لأن النظام بشكل منهجي هو عنده موقف له علاقة بفكرة فرق تسد، فهو مش هيسمح للمعارضة والمعارضة أو يعطيها تصريح مسبق بالحوار في قضايا تهم الوطن، وبالتالي إذا كان لديه هذه الرغبة سيمارسها مباشرة بعيدا عن المعارضة في الداخل أو في الخارج، لكن يبدو أن هذه الرغبة لم تظهر بعد، وأعتقد أن الأيام القادمة ينبغي أن يعني تتزايد الرغبة لدى المعارضة في مثل هذا الحوار من تلقاء ذاتها، سواء كانت معارضة الداخل أو الخارج. أيضا أعتقد أن النظام ينبغي أن يدرك أن غياب المسار السياسي على مدار 10 سنوات أضر به وأضر بالوطن وأضر بمستقبل الأجيال القادمة. ما هدم في 10 سنوات يحتاج 30 سنة جديدة لإعادة بناء الجماعة الوطنية وإعادة بناء الشراكات الحقيقية في هذا المجتمع. بشكرك دكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.